يستطيع أن يختار في هذه الدنيا سلك سبيل الأبرار، وأن يقدم وأن يزرع في هذه الدنيا ليحصد في الآخرة، يقول له سلام عليكم طبت. معرفة حقيقة ما هو فيه يجعله دائما لا يتعلق بهذه الدنيا تعلق المخلد الخالد فيه، ينقله قولا من عندي رب العزة تبارك وتعالى إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هذا أمة الإسلام ليسوا سواء، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ثم الباطل ما هو وهو نقيضه، وهو أن تكفر بالله سبحانه وتعالى. وترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدى.